أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية التي تم تخصيصها لمناقشة آخر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال مراسلي إكسترا نيوز. أدان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الهجوم على ميناء أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، وأضاف زيلينسكي أن هذا الاستهداف يثبت أنه بغض النظر عما تقوله روسيا ووعودها، فإنها ستجد طريقة لعدم تنفيذ اتفاق استئناف صادرات الحبوب. هذا وكان الجيش الأوكراني قد أكد أن صواريخ روسية استهدفت ميناء أوديسا الأوكراني بعد يوم من توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق لإعادة فتح موانئ على البحر الأسود لاستئناف صادرات الحبوب. وقالت قيادة العمليات الجنوبية في أوديسا أن الهجوم تم بصواريخ كروز من طراز كاليبير، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخين، فيما أصاب صاروخان البنى التحتية للميناء. رغم التفاؤل الذي ساد في أعقاب توقيع الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا لإعادة فتح عدد من الموانئ لاستئناف صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود برعاية أممية، إلا أن عقبات التنفيذ سرعان ما ظهرت على أرض الواقع. كييف اتهمت موسكو بقصف ميناء أوديسا الذي يعد أكبر ميناء بحري أوكراني وواحدا من أكبر الموانئ في حوض البحر الأسود عبر صواريخ كروز من طراز كاليبر، مضيفة أن الصواريخ أصابت منشآت للبنية التحتية في الميناء. واعتبرت أوكرانيا الهجوم بمثابة صفعة للاتفاق وللأمم المتحدة، مؤكدة أن موسكو ستتحمل مسؤولية فشل الاتفاق المبرم حول تصدير الحبوب. من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشكل قاطع الهجوم على ميناء أوديسا الأوكراني، مضيفا أن التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل روسيا وأوكرانيا أمر حتمي. كما أدان الاتحاد الأوروبي على لسان الموثق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل أدان القصف الروسي للميناء الذي يعد حاسما في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بشأن استئناف تصدير الحبوب. وينص الاتفاق على أنه منع لوقوع استفزازات أو حوادث، فإنه لا يجوز للسفن العسكرية أو الطائرات المسيرة الاقتراب من الممر الإنساني الذي سيقام من أجل إتاحة المرور الآمن للسفن المحملة بالحبوب. كما ينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ أهمها ميناء أوديسا. من جانبها، قالت الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان إن صفقة الحبوب التي وقعت مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا تعتمد على حسن نية جميع الأطراف في سير تنفيذها. أضافت غرينسبان أن هذا العمل يعتمد على الثقة، ولا توجد له ضمانات سوى جهود حسن النية والتزام جميع الأطراف بالمحافظة على استمرار هذا العمل المخطط. من ناحية أخرى، لفتت غرينسبان إلى أن تكاليف المعاملات الخاصة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية ستنخفض بفضل الاتفاقية الخاصة بالحبوب، مشيرة إلى أن أونكتاد يقدر أن نصف الزيادة في أسعار الحبوب تعود إلى النقل والخدمات اللوجستية. من جانب آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية استثناء مؤقتا قصير الأجل من القواعد الخاصة بتناوب المحاصيل والحفاظ على الخصائص غير الإنتاجية بالأراضي الصالحة للزراعة، وذلك من أجل زيادة إنتاج الحبوب. وذكرت المفوضية أن هذا الإجراء سيعظم من قدرة الاتحاد الأوروبي الإنتاجية للحبوب الموجهة للمنتجات الغذائية، حيث إنه من المقدر أن يعيد 1,500,000 هكتار إلى الإنتاج ليساعد على زيادة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
أشار بيان المفوضية أيضا إلى أنه سيتم إرسال الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اعتماده رسميا. قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن السفن الأجنبية لا تزال محتجزة في 6 موانئ أوكرانية بسبب خطر الألغام التي زرعها الجانب الأوكراني حول تلك الموانئ على حد وصفه. وأضاف المسؤول الروسي أنه لا تزال هناك 70 سفينة أجنبية محاصرة في 6 موانئ، منوها بأن تهديد القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسبب به نظام كييف لم يسمح للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر. للمزيد من تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتحديدا عن أزمة الحبوب ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز عبر الهاتف. حسين برحب بك، وهل يوجد أي جديد أو أي تصريحات رسمية خرجت من الجانب الروسي فيما يتعلق بقضية الحبوب حسين؟ نعم تحياتي، لغاية الآن لا يوجد أي تصريح من قبل الجهات الرسمية الروسية حول أزمة الحبوب، فقط الجانب الروسي لا زال لغاية هذه الساعة يكتفي بالتصريحات التي صدرت يوم أمس على لسان وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو عقب توقيع اتفاق يبدي بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفي الجهة المقابلة أيضا بتصدير المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، حيث أعلن مصدر مطلع للأمم المتحدة عن أن وثيقة تصدير المنتجات الزراعية والحبوب من روسيا سارية لـ3 سنوات من تاريخ توقيع المرسوم، أي من تاريخ يوم غد. من قبل الجانب الروسي وبعد تصريحات الجانب الأوكراني عن استهداف روسيا لميناء أديسا أو لشحنة الحبوب في ميناء أديسا، لغاية الآن وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أي بيان تؤكد أو تنفي فيه التصريحات الأوكرانية، لكن هنا حسب الخبراء بطبيعة الحال الخبراء معظم الخبراء وحتى أيضا الخبراء الذين يتحدثون بشكل دائم بلغة محايدة، لغاية الآن الجميع يؤكد على أن ليس من مصلحة روسيا استهداف شحنة الحبوب في ميناء أديسا، نظرا إلى أن روسيا منذ البداية كانت تدعي الغرب والدول الأوروبية إلى رفع العقوبات عن روسيا لتمكن روسيا من تصدير المواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، فكيف لروسيا وعقب توقيعها اتفاق أن تستهدف من شحنة حبوب في ميناء أديسا؟ هذه التصريحات الأوكرانية هي خاطئة مضللة لتشويه صورة روسيا أمام الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية. من جهته أيضا رئيس منظمة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية أعلن عن وجود أكثر من 70 سفينة لا زالوا محتجزين داخل 6 موانئ أوكرانية لا تسمح القوات الأوكرانية لهذه السفن من الخروج، نظرا إلى الألغام التي وضعتها القوات الأوكرانية داخل الموانئ. في حال أرادت أوكرانيا أن تحل أزمة الحبوب فعليها أولا أن تزيل كافة الألغام التي وضعها المقاتلين الأوكران بشكل عشوائي في الموانئ الأوكرانية. ولكن كان هذا ضمن الاتفاق حسين الذي تم توقيعه، فكرة إزالة الألغام وما شابه؟ لغاية الآن الجانب الروسي لم يصدر أي بنود أو لم يتحدث عن البنود التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأوكراني، وعلما أن وزير الدفاع لم يوقع على أي وثيقة مع نظيره الأوكراني، إنما الوثيقة التي تم التوقيع عليها هي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش. فقط الجانب الروسي وكلام شيغو يوم أمس أكد على أن القوات الروسية ستفتش كافة السفن التي ستدخل وتخرج الموانئ الأوكرانية خوفا أو خشية من أن ينقل الغرب المساعدات العسكرية والأسلحة عبر السفن، لكن بالعلم وكما نعلم منذ البداية الجانب الروسي يدعي القوات الأوكرانية إلى إزالة كافة الألغام، والرئيس بوتين في بداية الأزمة تعهد بعدم استهداف القوات الأوكرانية في حال أقدمت هذه القوات على إزالة الألغام، أي القوات التي ستزيل الألغام من الموانئ لن يتم استهدافها من قبل الجيش الروسي. فهذا يعني على أن الجانب الروسي ووزير الدفاع سيرجي شيغو يوم أمس
بطبيعة الحال وضع هذا البند ضمن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها، لكن كما تعلم وكما هي الأمور منذ بداية الأزمة لا يعول الجانب الروسي كثيرا على مصداقية السلطات الأوكرانية، نظرا إلى أن النظام الأوكراني كل مرة كان يخرق الاتفاقيات، وأهمها اتفاقيات إنشاء ممرات آمنة لإجلاء المدنيين. نذكر أن وزارة الدفاع عقب كل موعد كانت تعلن فيه عن إجلاء المدنيين كانت بعدها تصدر بيان وتؤكد على خرق النظام الأوكراني لهذا الممر ومنع المدنيين من الخروج، مما يعني وكما أشرت يوم أمس حسب الخبراء والمراقبين أن الاتفاق تم التوقيع عليه، لكن لغاية الآن لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع، نظرا إلى أن الأمور صعبة جدا بين الطرفين الروسي والأوكراني، وأيضا الاتهامات التي يتبادلها الطرفين كبيرة جدا. أنا بشكرك، شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك على كل ما تفضلت به من تفاصيل. على جانب آخر، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب يحاول تحويل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية إلى أدوات لمعاداة روسيا، كما اتهم لافروف الغرب بأنه قام في السنوات الأخيرة بتغذية مشاعر معاداة الروس في هذين البلدين. من جانب آخر، أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 34 وحدة مدفعية من طراز هاوزر الأمريكية، وأضافت الوزارة في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية تمكنت من تدمير 11 طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركيف ودونتسك، وأشارت إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا من القضاء على 200 جندي أوكراني في منطقة دنيبرو بتروفسك، بالإضافة إلى أكثر من 60 عنصرا مسلحا. أكدت الدفاع البريطانية تواصل المعارك العنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية في إقليم خرسون غربي نهر دنيبرو، وذكرت أن القوات الروسية تستخدم نيران المدفعية على طول نهر إنجلوتس أحد روافد نهر دنيبرو، مضيفة أن خطوط إمداد القوات الروسية غربي النهر معرضة بشكل متزايد للخطر. من جانبها، أكدت السلطات الأوكرانية محاصرة مئات الجنود الروس بالإقليم. أيضا على جانب آخر وتحديدا من الجانب الألماني، اعترفت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بوجود صعوبات في مجال الإمدادات الدائرية للدبابات الأوكرانية، الأمر الذي اتفقت عليه ألمانيا وبولندا في وقت سابق. أضافت بيربوك أن تلك الإمدادات لا تعمل كما كان مخططا لها سابقا، وجاء تصريح وزيرة الخارجية الألمانية في ضوء اتهامات الجانب البولندي بأن الوعود الألمانية بشأن التبادل الدائري للدبابات عبارة عن مناورة خادعة على حد قولها. وكان اتفاق التبادل الدائري يعني أن تقوم ألمانيا بتزويد بولندا بالدبابات مقابل أن تقوم الأخيرة بتقديم دباباتها السوفيتية لأوكرانيا. وإلى المجر التي دعا فيها رئيس وزرائها فيكتور أوربان إلى اعتماد استراتيجية جديدة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن العقوبات الأوروبية لم تؤثر على موقف موسكو. أوضح أوربان أيضا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي السعي لإطلاق محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا. من الجانب البولندي، أفادت السلطات أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى أراضيها ارتفع إلى 4,968,000 لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينهم 24,800 شخص عبروا الحدود إلى بولندا بالأمس الجمعة، فيما عبر 6,200 آخرين البلاد صباح اليوم السبت. في المقابل، أوضحت بولندا أن 3,045,000 لاجئا غادروا البلاد. كانت بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية أخرى.
Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Європейці намагаються замістити російські енергоресурси. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. وإلى الأزمة الأكبر في المجتمع الدولي، الأزمة المتعلقة بقطاع الطاقة. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه لا يمكن الاعتماد على إمدادات الغاز من روسيا، داعيا المواطنين إلى ضرورة التكاتف لتوفير الطاقة. أشار وزير الاقتصاد الألماني إلى أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة ستشمل مطالبة مديري الشركات بالسماح لموظفيهم بالعمل من المنزل بهدف تمكين أنظمة التدفئة في المباني الكبيرة من التوقف، إضافة إلى فرض التزام قانوني بالتخلص من أنظمة التدفئة غير الفعالة وحظر استخدام الغاز لتدفئة حمامات السباحة الخاصة. من جانبه، ألغى الاتحاد الأوروبي حظر بيع النفط الروسي للدول غير الأعضاء، وأصبح بإمكان شركتي روسنفيت وغازبروم الروسيتين شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب تعديلات على العقوبات الأوروبية اتفقت عليها الدول الأعضاء للحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمية. كانت العقوبات تسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الخام الروسي المنقول بحراً وتصديره إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بموجب تعديلات على القانون والعقوبات المفروضة على روسيا والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بمثل هذه الشحنات. هذا وخرجت بعض التقارير الصحفية تتناول توقعات بأن تشهد القارة الأوروبية بأكملها أزمة طاقة واسعة ستضرب كافة بلدانها بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتواصل العقوبات الغربية على روسيا، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال أن تتخذ موسكو قرارا في أي لحظة بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي. هذا وينضم إلينا على كل حال المزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف من مارسيليا الزميل خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. خالد، برحب بك إذن معنا في هذه التغطية الإخبارية، وكما هو الحال هناك أزمة طاقة في دول الاتحاد الأوروبي، وعلى إثر ذلك كان هناك مطالبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمواطنين الفرنسيين بضرورة يعني الاسترشاد في استخدام الطاقة. خالد، هل هناك خطة فرنسية موضوعة على المدى البعيد لما سيحدث في هذا القطاع؟ تحياتي طبعا ليكي نانسي ولكل السادة المشاهدين. دعيني في البداية نانسي أقرأ لك بعض من عناوين الصحف الفرنسية. لوموند تحدثت عن روسيا وقالت أنه يصعب عليها قطع الغاز عن أوروبا، وهذا كان تعليقا عن استئناف ضخ الغاز الروسي الى اوروبا عبر نورد ستريم. طبعا والصحف الفرنسيه النهارده ايضا كتبت لوموند اعاده الضخ لا تبدد الغموض حول مستقبل هذه الامدادات. طبعا تحدثت جريده لوموند على الصعوبات التي هي خاصه بروسيا من جهه، وايضا بالاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي من جهه اخرى، حيث حسب الصحف الفرنسيه ان ايضا روسيا صعب او من الصعب عليها ايجاد مشتري اخر للغاز. اما فيما يخص الطاقه هنا في فرنسا، كما اشرت نانسي ان الرئيس الفرنسي في اخر حديث له كان واضحا وكانه يقوم بتجهيز الفرنسيين عن الخريف القادم والشتاء القادم، حيث طالب الجميع كأفراد وكشركات بأهمية الترشيد في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة الفرنسية في موقف صعب للغاية. لا أحد يتكلم عن الحل القادم سواء للخريف أو للشتاء القادم، كل ما في الأمر هناك توقعات بالأسوأ وترقب في الأسواق، نعم. وحالة من الترقب من قبل الشركات
وايضا من قبل الافراد كافرين. ذلك يجعلني اتساءل خالد عن كيفيه تعامل التجار الفرنسيين اذا في هذه الازمه. هناك يعني كما تفضلت بالذكر تقارير نشرت على وسائل الاعلام الفرنسيه، هذه التقارير بتقول انه حتى يعني بعض المحلات العالميه عندما قامت بتخفيض اسعارها لم يكن هناك إقبال من المواطنين على هذه المحال. خالد، هل ذلك بيعود يعني أن حتى مع تخفيض الأسعار مرتفعة أم أن المواطن الفرنسي يتحسب لما هو قادم؟ الحقيقة نانسي، مشكلة الطاقة والقوة الشرائية والقدرة الشرائية بتثير أجواء من الخوف والتخوف على القادم. فبالفعل عدة تقارير سواء لجريدة ليزيكون اقتصادية وغيرها أثبتت أن من المعروف أن فرنسا فيها تخفيضات شتوية بتكون في يناير وتخفيضات صيفية بتكون في شهر يوليو. شهدت المحلات الكبرى وحتى المحلات المتوسطة الحقيقة عدم إقبال من قبل الفرنسيين، وتحدث الاقتصاديين على أن هناك عدم ثقة في السوق وهناك حالة من التخوف وعدم تواجد الأموال، أو أن الفرنسيين يفضلون شراء المنتجات الغذائية وقضاء أسبوع من أجازاتهم على حسب شراء المشتريات الكمالية بالنسبة لهم. وضحت الصورة. أنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا مراسل إكسترا نيوز خالد شقير، كنت معنا عبر الهاتف من مارسيليا، شكرا لك على كل ما تفضلت به من تفاصيل خالد. إذن مشاهدينا الكرام، بذلك تكون انتهت هذه التغطية الإخبارية حتى هذه الساعة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. على رأس الساعة القادمة الساعة 9 ألقاكم في نشرة إخبارية مفصلة.